عن السيارات والسواقين. الله المستعان. أنا رحت لأوروبا الشرقية وجيت مدينة كبيرة أدور شباب يسوق سيارة ما لقيت، جميع واحد لحيته نصه شيب. سألنا السواق معنا استخدمناه عدة أيام، قلنا ليش ما في شباب يسوق؟ قال أصلا ممنوع يدخل مدرسة القيادة إلا بعد سن 35، وقبل ما يدخل مدرسة القيادة يجيب شهادة الميكانيكا ناجح 100%. حنا يبنشر الكفر ويمشي ويعلق الكفر والجنط لما يصل البنشري، ما يعرف يفك الكفر يا ناس، والله ما يعرف يفك البنشر. عجزان لا يبنشر. يقول نزل السبير وانا بروح اشري كفر وبشري جنط. يا سلام. الثانية دخلنا متحف، رحلتنا من هالمدينة هذه للبحرين تأخر 4 ساعات. دخلنا للمتحف تفرجنا عليه لما يوم دخلت حرمة طويلة عجوز كبير مع على سيارة تلفت النظر، يعني ما عمري شفت مثله. الله معنا مترجم لغتهم أنا ما أعرفها، معي لغتنا تخرجنا مع بعض الناس لكن لغتهم ما أعرفها. قلنا للمترجم نبي من فضلك ننشد عنها سيارة، إذا ما عنده ما نعم. وقال هذول يبي يسألونك عن السيارة. قالت من أي بلد؟ قلت له من الشرق الأوسط. قالت الشرق الأوسط عريض وشيع. من أي بلد؟ قلت من السعودية. أي. قالت تفضل سوق. قلنا وش السيارة هذه؟ قالت هذه سيارة العمر، شريتها وما أنا شباب. الله أكبر. وباقت معي وصلت اليوم الحد الذي لا يمكن أقول سيارة به اللي هو أمس، ودخلت اللوحة والاستمارة ورخصة القيادة وخذيت براءة سوابق من المرور. الله. لكن من محبة السيارة ما أقدر أبيعه، أبي أجي يوم الأحد أمسحه وشغله وقدمه ووخره شوي، ولأمني مت يحطون صورتي عليه وتبقى هدية للمتحف. أنا من معزة السيارة ومن غلاء عندي جبت مثله مصنوعة من خشب، هذه شكل السيارة هذه، ما عدا أن هذا قماش اللي عنده، وهذه 1919. والله أنك تحلف أن طالعت إلا 10 أيام من المصنع. يا سلام. 1919 يوم احنا نحاتية عمر السيارة 93 سنة. الله. وخذيت هذه مثلها راعه جايبه معي حاطه بالمتحف، حاطه عندي بالمتحف. هذه اخت السيارة اللي معه. بس هذه ما فيها هذا الموديل القديم. هذه يمكن واجع نلقاه بالشنطة، شوف نلقاه بالكيس. هذا هو. هذا هو فراغ. ما نروح للبنشر مثل اللي مثل اللي يروحون للبنشر يعلق الكبر يقول حط سمير وانا اروح اشري كبر وقنط، ما يعرف يفك الكبر، يعطى سياره ب 140. رشيد هذه شاريها من برا؟ هذه شاريها من برا. اي نعم. من نفس الدوله؟ من نفس البلد. هذا عندهم انواع السيارات كل اي سياره تبيها عندها موجوده. هذه اخته فرنسيه، هذه نفس السياره ما عدا ان هذه فوجيه شراع. تقول ما اقدر ابيعها. قلنا من ليلة قالت 1919. هي ماخوذه محبه. هاك الوقت يوم حنا نحاتي عمره 93 سنة السيارة، وش رايك؟ لا ضربة ولا مامخش ولا قزازة مكسورة ولا قنط خربان ولا لوحات على لونهن محلهن توه مفقوقة مساميرهن، وسمير بقفوية منهن محطوطن على الصدام، وتحلف تقسم إنها لعشرة أيام طالعة. وينك 1919؟ ما معقيل إنه ولا واحد بهالميلاد. أضف على ذلك أنا أعرف ناس لا داعي لذكر الاسم قبرته أم عياله أنه يشري للولد سيارة. هذا المشكلة. قال يا بنت الحلال وغد ما يعرف. قالت لا ما هو وغد، رجل هذا. كل ما جانا لمر يبكي أخويا ولا طلعوا للبر هم وياه، وقالوا أبوك لو يبيك سم مثلنا يشري لك سيارة. وأنا راسلت معه مع هيلكس أخذ من حد أخويا ودانا السوق ويسوق سواقته عنده سواقة رجل. وأنا لو اروح لاخوتي قلت اشروا له سياره شروا، لكن ما هي زينه بحقي ولا بحقك اني اروح لاخوتي يشروا له، وانت ابوه ولا له ابن غيرك ولا لك ولد غيره. كما تحدث عليه قال انا راتب التقاعد انا اقطع عليكم على ريال الله. ويا الله موفن لوازمكم. قالت ما هو عيب لانك تدينت الحريم يروح ياخذ 70,000 من البنك ويسدد لنا. والله لحد الحق صح. انا اليوم انقبض ما عادل ما عادل ومفرغ. عنده قراشات ملبدهن خذاهن وخذ من البنك ونص الراتب رهنوا لهم، اعطاهم الصراحه. لا حول لك. وشرى السياره
ولده وبساتها، قال هذه بطاقته وحطوها باسمه، ما علموا. لا خلصت السيارة وجهزت وأزهموا عليه، أزهموا عليه ويأزهم على الولد، قال يلا شريت لك سيارة الحق إلى المعرض الفلاني. وخذ الجوال وزم على اصحاب المشأم يا اخوياه اللي يطرحوا وياهم اللي اصحاب المشأم هذه فرصته. قال صفوا بالشارع الفلاني، شارع جديد تو مزبلت، ابي ابداه بخمسه هاي ايوه وتفحيطه وبيكم تشجعون وتصمتوا لي. يا سلام. راحوا ويا ابوه خذوا السياره، قال هذه استمارته وهذه 50 ريال راح عبى بنزين فاضيه. يا سلام. ومع السلامه. وعب البنزين ويوم جاء اخويا والمر صافين عليه من الشارع وعليسر، والمر يصفزول ويكبس لهم بالنور ويضرب بوري، وهم يصفزول ومبروك مبروك مبروك ويدل يفر على كفر واحد لما دخنت كفراته ويقتل الجهة الثانية ومثل ويجي أربع مرات وينزلب ويمشي على ظهر والموتر كلاوز فلت جديد اللي ما قص الغمارة على حد المراتب والكفرات فوق قلنا هاللون. لا اله الا الله. جاوا اخويا وقعدوا وشالوا الرجال الامر سليم. ساموا على ابوه قالوا والله الولد انقلب وهو سليم ما ابو خلاف اما الموتر يخلف الله. جاء الامر الولد قاعد ما ابو الا العافيه سالم الولد ما كسب هذا. قال لهم يوم كلموه بالتليفون قال هذا اللي نذل منه حصل. اي والله. يوم جاء الامر يلعبون بالكفره يديرونهن على ظهره قالت لنا لون السياره. لا فرصتهم. اللي حصل زاهم على رفيق زله وقال جيب لي سطحه اقعدوه على كفراته وشاله وحط يده على الطبلون قالوا ايش رايكم كم هي ماشيه من كيلو؟ قالوا والله ما ندري كم توقعون انها ماشيه سيارة اللي انقلبها وانعدمها 36 كيلو. لا حول ولا قوه. وهذا من الجهل كلينا ولدي مسؤول عن تشكيل الوفيات يقول يوميا 8-7-6 شباب كلهم عن سن 18 الشباب الوفاة حادث مروري حادث مروري حادث مروري. وبالبلد اللي أنا جيت يقول لك ما يدخل مدرسة القيادة إلا بعد 35 سن 35 بس طويلة. وقبل ما يجي يجيب لهم شهادة الميكانيكا وحنا يمشي على الجنط يعلكوا علك هو الجنط لما يجي البنشري والله انا مشكله. يوم يصل لمر الموتر عدمان والقنط قطع عدمان والكبر عدمان يقول ما اعرف افكه. لا وبعضهم يا ابو رشيد ولا بعضهم ما يشتري السياره ولكن اللي كسله يقول راح جيب لنا مقاضي راح جيب لنا والولد يستغلها وقال والله رحت ما لقيت المقاضي ابو فزاع هذه تفتح ما لقيت المقاضي رحت دورت المهم ساعتين ثلاث يوم يجي له والله احيانا يعني 1919 موديل يا احيانا خلف النامس من المعنى ارسل بعض عيالي يجيب مقاضي بس يوم الاحظ اكفاء لا يوم الاحظ اكفرات يا الربع اللي والله من سهكه يا ولد انا الكفرات جديده وش والله والله يا ابويا صار ايش اسمه ليش وقفوا قدامي المهم اني مسكت بريك بالقوه ولا الحمد لله اني بغيت اصدم الحمد لله طيب الحمد لله على السلامه إيه الحمد لله على السلامه انا داري انها مفحطم بها لا داري مفحطم بها هذا اللي ممكن حتى اني دقيت على مره من الشباب من عيالي ادق عليه ولا طفيت الجوال خليته مفتوح الا صريخ الكفر شو والله يا اخوان صريخ الكفر يوم جاني قلت يا فلان ترى اسمع صريخ الكفر قال لا هذا ابوي واحد من الشباب زميلي يبي يبيع السياره ويقول بفحط قبل ابيع والله عذاب الواهي يا امين الله يديمه صلوا على نبيك اللهم صل وسلم.